بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة، ثورة 30 من يونيو، نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان 30 من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية، إيمانا بأهمية رفع الوعي لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة. الثلاثون من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية، عنوان الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن مختلف فئات المجتمع، وتأتي بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. عقد الندوة يعكس أهمية الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة. ندوة متميزة للغاية، لأنها زي ما قلت فيها تمثيل لأجهزة الدولة المختلفة، وده بيشير لأهمية الوعي لمواجهة الشائعات التي يتم نشرها بين الحين والآخر. جلسات الندوة شهدت مناقشات حول جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط ودور هذه المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية، حيث تم استعراض جهود عدد من هذه المؤسسات. لا شك أن هذا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال عقد هذه الندوات لكي تبين البيان الحق في مسألة عملية الخروج من مخططات الإسقاط من أجل التنمية المستدامة لهذا الوطن الحبيب الذي نعيش فيه. فضل ونجاح المؤسسات الأمنية بتاعتنا، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومحاربتهم للإرهاب، ده اللي ساعد بشكل كبير على تحقيق التنمية. ما بقاش دور وزارة الداخلية ينحصر فقط على الجانب الأمني أو توفير الأمن فقط، ولكن أيضا تحصين المواطن المصري، تحصين الفكر، تحصين الثقافة، تحصين الهوية. وقد أشاد الحضور بموضوعات الندوة وما تبذله وزارة الداخلية من جهود لرفع الوعي العام لدى المواطنين وتعريفهم بإنجازات الدولة وخططها نحو البناء والتنمية لتحقيق مستقبل أفضل. الندوة عظيمة إنها بتحاول ترشد وتعلم وتوضح أشياء ممكن تبقى غايبة عننا، إن البلاد أو الأوطان لو ذهبت لن تعود. أنا استفدت إن أنا مش أي شائعة تنزل، إن أنا أسمعها ومفروض أعرف إيه المحيط وأتأكد من المعلومة الموجودة. خلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي حول ثورة 30 من يونيو وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة بخاصة الأمنية. اختتمت الندوة فعالياتها بعدد من التوصيات، أبرزها مواصلة التوعية بخطورة حروب الجيل الرابع التي تستهدف إسقاط الدول والمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية، مع التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على كافة المستويات. خرجت الندوة أعتقد بكل الأهداف اللي هي كانت مخطط لها. الحاجة الثانية أنها كانت رسالة للناس وللشعب، لأن وده دور وزارة الداخلية النهاردة أنها وضحت حاجات كتيرة، وأنا أعتقد عن نفسي أنا استفدت كتير جدا النهاردة من كل المحاضرين، لأن ده كانت أحد أسباب نجاح اختيار المحاضر الجيد اللي عنده المعلومة جيدة ليوصلها للمستهلك. وتستمر وزارة الداخلية في الاطلاع بدورها في رفع الوعي المجتمعي لدى فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات وإبراز الإنجازات الوطنية على كافة الأصعدة وتعميق الولاء والانتماء الوطني.